طائر ذو شكل غريب يظهر في سماء ليالي الكوارث والحروب ويظل يصرخ اتسومادي اتسومادي. معكم خالد من قناة علم الأساطير ونبدأ في الفيديو. مخلوق الاتسومادي هو طائر من مخلوقات الأساطير اليابانية المعروفة باليوكاي. مظهر الاتسومادي غريب، فهو طائر بوجه كالبشر ذو منقار مقوس، أسنان حادة كالمنشار، ويمتلك جسم كالثعبان بأجنحة تمتد لأربعة أمتار. يظهر الاتسومادي في السماء ذات الليالي المليئة بالمصائب والكوارث كالأوبئة والأمراض وساحات المعارك التي حصدت الكثير من الضحايا. وبشكل أدق، فإن الاتسومادي يحلق في الأماكن المليئة بالموت والمعاناة والتي لم تحصل على أي قدر من الاهتمام لتخفيف هذه المعاناة. يحلق كامل الليل ويصرخ بصوت فظيع اتسومادي اتسومادي، وتعني إلى متى إلى متى، ويقصد منها إلى متى هذه المعاناة. ولو نسيت اللايك حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ما يجي مخلوق الاتسومادي على منطقتك. في إحدى ليالي عام 1334 اللي عرف بالعام الذي تفشى فيه مرض الطاعون الأكثر شهرة واللي سمي بالموت الأسود، في إحدى لياليه ظهر طائر الاتسومادي في إحدى العواصم اليابانية وأخذ يصرخ اتسومادي اتسومادي. دب الذعر بين مواطني العاصمة، وأخذ الاتسومادي يظهر في كل ليلة ويصرخ، إلى أن قرر البلاط الملكي أنهم عليهم التخلص من هذا المخلوق، فاستدعوا المحارب أوكي هيرواري المعروف بمهارته وخبرته العالية في رمي السهام. وبالفعل أطلق المحارب هيرواري إحدى سهامه على مخلوق الاتسومادي وأسقطه وقضى عليه. وهذه نهاية الفيديو، وفي أمان الله.